مرحبا. الأبلق هو تقنية معمارية بتقوم على اعتماد حجرين كل واحد من لون بمداميك، عادة بيكون أبيض وأسود مثل بالمبنى اللي وراي. أبلق بالعربي يعني الحصان لأبيض وأسود. هلأ بالفن المعماري في نماذج عن الأبلق قديمة من الفترة الرومانية، منلاقيها بشكل خاص باستخدام حجر أرميد وحجر منه أرميد مثل بأسوار القسطنطينية، منلاقيها بفترة الأموية بعنجر، ولكن الأبلق الأبيض وأسود بيعود لمنطقة حوران بسوريا مطرح ما فيه الحجار البركينية السوداء والحجار البيضاء، فهن موجودين وجمعون، وبالفترة المملوكية صار هو نمط تزيين الواجهات والبواب تبع المباني المهمة. وبجبل لبنان مثلا لأنه ما في حجر أسود تم اعتماد حجر الأصفر أو الأحمر مع الأبيض، وصار الأبلق هو بيرتبط بالهندسة المعمارية تبع قصور الإقطاع والمساجد والكنائس. هلأ السؤال الكبير اللي بيطرح أنه هذا الأبلق موجود بمدن بإيطاليا كان عندها كتير علاقات تجارية مع السلطنة المملوكية، مطرح ما بنشوف بالمدن المملوكية الكبيرة مثل بالقاهرة وبطرابلس وبحلب كتير نماذج عن الأبلق. هل هيدا تأثراً بالفن المعماري الإسلامي ولا هو تطور محلي بيشبهه؟ أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على Heritage & Roots.